تخضع لمهام لجنة التحكيم والتي ستكون حاسمة حتى تبقى الانتصار قرار الصوتي الممتاز بشأنه وضروره الصوت. فسنشوف الانتصار مش طبق قواعد ومش طبق القرآن السليم. يعني الصوت هبة ربانية، لكن أول شيء نلاحظ أن الجزء المطلوب لنقرأ لنا هذا التلميذ المشارك يكون جزء قصير متقن يخش في أخطاء أولا. يعني أنا كان الحمد للمشاركين الآن قد تكون مقاطع سلالة من أسئلة مقطع صغير خمس آيات حتى إلى عشر آيات هكذا فقط، ويكون هذا ابتداء من ثلاث آيات حتى إلى عشر آيات ويكون هذا المقطع صغير. ونحن نراجع هذه المسألة الأولى هي النطق السليم، القراءة السليمة، ثم القراءة الثانية قواعد معينة، ثم ثالثا سنراعي الصوت. وعندنا وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه المسابقة إن شاء الله ستكون ما بين الذكور والإناث، لنختار من بين الإناث ثلاث مشاركات إن شاء الله ستأهل، وثلاث من الذكور. المسابقة ستكون يعني وفق ضوابط معينة من ناحية التشويه، من ناحية أيضا ضبط قواعد التجويد، ومن ناحية أيضا ضبط الألفاظ وحركات هذه الألفاظ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد البرية أجمعين. فنحن في ظل غضون شهر هذا رمضان الكريم نتشرف بالخيرات، فهذا موسم القرآن وشهر البركات. نحن الآن نعيش مسابقة قرآنية في مسجد غزوان بحضور جمع غفير من المشاركين من الذكور والإناث. فالمسابقة التي عندنا تتخللها ثلاث فئات، الفئة الأولى هي للذكور الكبار، والفئة الثانية فهي للذكور الصغار، والفئة الثالثة فهي للإناث فقط. عندنا جنس صنف واحد من النساء من الإناث، ولهذا غنختار ثلاثة إن شاء الله فائزين من الذكور الكبار، ثلاثة من الفائزين الذكور الصغار، وثلاثة من الفتيات إن شاء الله. وغتكون هذه بمثابة الإقصائيات الأولية تمهيدا للمرحلة النهائية التي ستجرى بمسجد الفتح 17 إن شاء الله في يوم 18 رمضان القادم إن شاء الله. عفوا بنا تعطينا فكرة على عدد المشاركين عدد المشاركين كما تشاهدون فقد فاق 30 وما يزيد، وفي صفوف النساء فقد اكتمل إلى 20 فما فوق. وهنا في الآونة الأخيرة نشاهد يعني إقبال كثير على هذه المسابقة، خاصة في اليومين المتتاليين عرفت هذه المسابقة إقبال كبير من المتشاركين الحمد لله، يعني خلافا للمسابقة السابقة فالآن نلاحظ إقبال كثير إن شاء الله. وهنا الشباب عندهم تكوين الحمد لله، كاين شباب يعني اللي دارسين في دور القرآن وعندهم تكوين، وكاين نجوم هنا مشاركة إن شاء الله لنراهن عليها حتى في النهائيات إن شاء الله، ليس فحسب هنا إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم، جزاكم الله عنا خير جزاء، وشكرا لهذه القناة التي زارتنا هنا، والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أنقص منه قليلا، أو زد عليه وعدل القرآن
الشمس